موجز تربوي، أهلا بكم. طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة التعميم على المدارس لتشجيع المعلمين والمدرسين على استخدام طرائق التعلم التفاعلية الممتعة والمحببة وتحفيز المبادرات الفردية، على أن تراعي عند تصميمها تناسبها مع أهداف الموقف التعليمي لتحقيقه بأقصى فاعلية وتعزيز دور تعلم المتعلمين وربط تعليمهم بحياتهم الاجتماعية، وتراعي الفروق الفردية والخصائص النمائية والذكاءات المتعددة للمتعلمين مثل التعلم باللعب، لعب الأدوار، المسرح، القصة، الغناء، المشروعات، التجارب العلمية، وتناسبها مع قدراتهم العقلية والجسمية وميولهم واتجاهاتهم. في إطار التعاون بين وزارة التربية وبرنامج الأغذية العالمي WFP، تواصل مديرية التربية في حلب إقامة ورشات عمل لتدريب مديري المدارس المستهدفة بمشروع التغذية المدرسية على آليات استلام بسكويت المعمول بالتمر وإعداد تقارير التوزيع. مدير التربية في حلب إبراهيم ماسو أشار إلى أن المديرية تسعى لكي تحقق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف مساعدة الأبناء التلاميذ وجذبهم إلى المدرسة والحد من ظاهرة التسرب التي سببتها الحرب الظالمة على حلب، لتعود العملية التربوية إلى ألاقها كما كانت سابقا، لافتا إلى حالة التعافي الملحوظة التي يشهدها القطاع التربوي من ازدياد عدد المدارس والتلاميذ والطلاب في المحافظة ريفا ومدينة. ختام الموجز، إلى اللقاء.